يوميات رمضان مع فريد من نكتة على قناة أنفاس بريس. ضيف هذا اليوم فنان شعبي حمادي الشرقاوي، مرحبا بك على قناة أنفاس بريس. شكرا خويا فريد، وتنشكرك على هذه الاستضافة. والله يجعل ربي يسهل عليك ويحفظك. الله يكبر بيك واسمح لينا جيناك في هذا النهار ديال رمضان ونشرفوك شويه معنا. رمضان الحمد لله، رمضان راه ديما معاه الخير ومعاه التيسير، واحسن ايام هي ديال رمضان. كي كيجيوك الاجواء ديال رمضان؟ الحمد لله الاجواء ديال رمضان تيجوني بحالي بحال جميع المغاربه. مائده الافطار وداك الشيء ديال الناس بسطاء، داك الشيء على قد الحال، ان على حساب هذا الغلاء اللي كاين دابا، وداك الشيء صار غادي على حساب كل واحد، على حساب الاستطاعه ديالو. ملي جبتي المائده ديال الافطار، شنو الحاجه اللي خاص ضروري تكون في مائده الافطار كيتشهى سي حمادي؟ الحاجه اللي تنتشهى في مائده الافطار، عزيز عليا الحوت وعزيز عليا الريب. المهم هادو ضروري، الحوت والريب والتمر والماء هما المهمين، هما الاساس، ضروري تنبداو بهم. الحوت بعينين بعينين بكل تواضع اكيد. حنا اللي كيترمدن؟ لا لا، تنحاول انا نتفادى دوك الناس كاع اللي تيترمدنو كما تيقولوا داك الشيء. السلوك انسان، اللهم السلوك ديالك تكون مزيانه، لا في رمضان ولا بلا رمضان، انسان السلوك اللي كانت احسن يكون مزيان انسان. دابا انت في رمضان يا حمادي كنعرفوك كتخدم يعني في سهرات، مهرجانات، اعراس، يعني هذا الشيء ما كاينش في رمضان. اشنو يعني طقوس ديال الحمادي في رمضان؟ واش كتكتب الاغاني ولا انك كتهتم بشي حاجه اخرى يعني في هذا الشهر رمضان؟ يعني مهما ما كاينينش الحفلات والسهرات يعني اللي كتدوز فيهم الوقت وكتمشي كتخدم فيهم. نعم، بالنسبه الحفلات والسهرات، كاين اللي بغى يعوض، اللي باغي يخدم راه كاين تيعوض في الملاهي وداك الشيء، تيمشي تيخدم ملاهي ليليه وداك الشيء، راه تيدوز داك الشيء. ولكن بالنسبه لي انا كنت نخدم في الملاهي، ما بقيتش حاليا تنخدم تقريبا من شي 3 سنوات ولا بحال هكا. واش هما ما بقاوش كيعيطوا عليك، ولا انت خدتي قرار ما تبقاش تخدم في رمضان يعني مور الفطور؟ لا تيعيطوا، ضروري تيعيطوا، ولكن بالنسبه لي انا حاولت ما نبقاش نخدم في رمضان وصافي. رمضان اصلا ديال العباده، وانسان يقرر يتقرب شويه من الله، ما يبقاش. مهم رمضان انسان خصو قداش محترم رمضان، ف تحيد عليك شويه الذنوب ديال ضروري ضروري الله يسمح لينا ويغفر لينا وصافي. هادشي اللي كاين اخويا فريد. طقوس ديال حمادي يعني مور الافطار، يعني ملي كتفطر شنو هما الطقوس ديالك؟ شنو كدير مور الافطار؟ تنحاول نتفرج الى كاين شي حاجه في التلفازه عجبتني تنتفرج فيها، والمهم والصلاه بعدا هي الاولى. تمشي نصلي التراويح ديالي، تنصليها كما هي بحالي بحال جميع الناس الحمد لله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. واي العيبات تنرتاح ليها راه تندوز فيها الوقيت ديالي وصافي، هادشي اللي كاين تيوصل السحور. ولا ملي دويتي لنا على التلفازه، كي كيجيوك يعني السيتكومات والسلسلات يعني الرمضانيه؟ الحمد لله كاين شي حاجه، كاين شي حاجه صراحه مزيانه، كاين شي حاجه نص نص يعني. ما تهضرش معنا بلغه الخشب. لا لا، بكل تواضع اش خليتي يا سي فريد، يعني هاد المسلسلات وهاد سميتو خصهم مزيان يكونوا، ما كرهمش يكونوا يعني ماشي غير في رمضان كلشي. دابا تيجمعوا منا في رمضان، وبعض المرات في الايام الاخرى في الفطر وداكشي تتلقى الساحه خاويه، تتبغي تتفرج شي لعيبه ما تتلقاش. دابا قولي يا سي حمادي، انت فنان، يعني شنو هي السلسله الرمضانيه ولا السيتكوم الرمضاني اللي ما يعني حمادي خصو يتفرج ضروري فيها؟ يعني دابا داز اسبوع في رمضان، يعني شي حاجه اللي عجباتك ما كتزاقلش معها؟ المهم تنتفرج في اول حاجه كاميرا خفيه، ومسلسل ديال كاينه ظروف. كاينه ظروف، كاينه ظروف نيت مع ضروري الاسعار. كاينه ظروف هي تنتوا تنتفرج في هذا المسلسل، هذا تعجبني زوين، وتنكمل بزاف د الحويجات اخرين. المهم ها كل مره واشنو تنشد. المهم هادو تنتفرج فيهم تقريبا ندوم مع هذا الغلاء الاسعار. كيدير مع القفيفه؟ واش غنقول لك اخويا فريد، مع هذا الغلاء الناس كلشي تيعاني، والناس كاع الناس، لا الدراوش ولا دوك الناس اللي كانوا كاع شويه تا هما راهم ولاو دابا صعيب عليهم الحال شويه في هذه الظرفيه هذه ديال
ديال هذا الغلاء اللي كاين دابا، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى هو اللي غنطلبوا يدير لنا البركه وصافي في الرزق. ان الناس كاملين تضرروا في الظرفيه هذه ديال الغلاء. قلتي لي موجد واحد الاغنيه على الغلاء. موجد واحد ممكن نسمعوها. ولا شفتو الحبيب سولو كيف مالي الجيبه وليدي كيف مالي الجيبه. ولا شفتو الحبيب سولو كيف مالي الجيبه وما طيشات الحريره ولاتي هي المديره يا وليدي الريش غلات على الدرويش وليد غلات على المسكين. جاجة مولات الريش غلات على الدرويش فريد سنعوانك يا مسكين نار البيضة بثلاثين وليد سنعوانك يا مسكين نار البيضة بثلاثين والحوت بعينين وغالي على المسكين سيد والحوت بعينين غالي على المسكين شاد الحصلة غلات علينا الوصلة غلات علينا الوصلة وموي ما شاد الحصلة غلات علينا الوصلة غلات علينا الوصلة في البلا الحمرة والخضرة خرا غالية على المرة يا سيدي غالية على المرة في البلا الحمرة والخضرة خرا غلات على المرة يا سيدي غلات على المرة يا سيدي طلب طلب برقوق وكل شي غالي في السوق فريد يلا سي فريد قول لينا والعار الحكومة والعار الحكومة والعار الحكومة تطولت هز الزرواطة والعار الحكومة مطيشة وشاد العيشة والعار الحكومة والبصلة وشاد الحاصلة والعار الحكومة وبكل تواضع راه درت كلشي لبيع سيدي والعار الحكومة وبكل تواضع درت كلشي لبيع سيدي والعار الحكومة وتقرديعة هادي والعار الحكومة من بعد رمضان ان شاء الله كاينين شي سهرات شي مهرجانات ان شاء الله كاين الخير ان شاء الله مور غيكون الجديد ان شاء الله راه كاين عندنا شي حويجات في الجديد دايرينهم ستوك دابا خصنا غير نسجلو هذا شي البوم جديد كاين البوم جديد ان شاء الله او تنقادو لي شي وقيته هو ديالو ان شاء الله وغادي نسجلو وغادي باقي لي شي روتوشات شي حاجه بسيطه ماشي المهم قول واجد وصافي ان شاء الله غيكون مزيان ان شاء الله نتمنى يكون حسن الظن ديال الجمهور ان شاء الله كاين مهرجانات كاين اعراس الحمد لله كاين الخير جاي الخير كاين الخير كاين شي سهره في التلفازه بالنسبه للتلفازه المهم كانوا شي وعود ما كملوش وعود كاذبه وعود كاذبه راك عارف التلفازة دابا تيبغوا أغلبية باك صاحبي من الأخر باك صاحبي راك دوز ولو بقيتي تسنى راه غتبقى تسنى شوف إمتى شوف أش من النهار غتكون إن شاء الله ولمن غتقول رمضان كريم رمضان كريم ليكم أنتم أنت أخويا فريد والأنفاس تنشكرهم والمغاربه كاملين داخل الوطن وخارج الوطن والوالدين ديالي الخوت ديالي الحباب العائله تنقول لهم مبروك عليكم رمضان مبروك هذا الشهر